هل حاول أحد في هذا العالم أن يغير بصماته؟ نعم، فعلها جون دي ليانجر، وهو من مشاهير اللصوص في ثلاثينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة. غمس جون أصابعه في الحمض الحارق للنجاة من تحقيقات الشرطة في سوء أفعاله. ذاق أصعب أشكال العذاب من الحروق وخضع لعلاجات كثيرة حتى تم شفاؤه من الألم والتشوه، لكن المفاجأة كانت حين أراد أن يجني ثمرة آلامه بعد الشفاء، غمس أصابعه في المحبرة ليأخذ بصماته على ورقة بيضاء، فكانت النتيجة أن بصماته القديمة هي نفسها الجديدة لم تتغير. والنهاية هناك أمور لا تستطيع أن تغيرها، فلا تكن عنيداً كي لا تحرق أصابعك.